كلب حلو. ها ها الشبيبة. هلا بالشباب، مرحب. هذا خوش مطعم لبناني في فيينا، اللي صار لبنيز كوزين. طيب طيب طيب، اكله فاخر مشاوي، بس غير المطاعم اللبنانيه الاعتياديه. اللهم لك الحمد. هذا ابو معاذ متوجهين الى شتات بارك، منتزه الشتات وملاصق للفندق وجميل. شباب تعليم لهم كرة. ابو عزيز انس كرة وينها؟ ها؟ كم شاريها والله؟ 100؟ 150 كذي، احبها كم؟ 100؟ 150 يورو. يعني 46 دينار. عشان 47 دينار. بدل ما تشتري كوبا. 47 946 فلس. كم؟ 64 ولا بدل ما تشتري، بدل ما تشتري كوبا ب 10 دنانير. ايوه. تشتري واحده ب 40 ايوه. 30 سنه قدام. اكيد. مو اول ما تروح المزرعه هناك تبطان خاله و ها المزرعه ما ناخذها اكيد ما فكر وخايف. هذا الفايبس اليومي في فيينا، وهذا المنتزه شتات بارك. بلش من هنا. السلام ختام بو معاذ 21/7/2001 عفوا 2022. يلا شباب يلا يلا بسم الله.